بدون ميزانية ولا ترتيبات مالية، ما هي آلية الصرف لهذا العام؟ أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فلوسنا، ورحب بكم. خلينا نشوف هذا التقرير على السريع ونرجع من جديد. في ظل انقسام باتت بوادره تطل على المشهد السياسي في ليبيا، وفي ظل وجود حكومتين إحداهما تخضع لسلطة برلمان تبروك وتمارس مهامها من سرت، والأخرى تمسك زمام الأمور بطرابلس ولا زالت في مرحلة مهادنة مع المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، ولا زال حبل ودها متصلا بالبنك المركزي صاحب اليد الطولة في الشأن الاقتصادي الليبي، وفي ظل غياب موازنة معتمدة من مجلس النواب يأبى الدبيبة إلا أن ينفذ بعشوائية مخططاته التي باتت تعتمد الصرف دون اتباع المعايير المحددة. لذلك فالاتجاه الميكافيلي لدى دبيبة يستلزم الضرب بعرض الحائط كل التشريعات والنظم، وكيف لا وعنده الغاية تبرر الوسيلة. وفي وجود منابع لبعض الثروات كالاتصالات والاستثمارات، فإنه لا زال بنظره في الأمر متسع، وبصفته رئيساً لوزراء طرابلس فهو الجمعية العمومية ومجلس الأمناء للشركات التي تتمتع بمراكز مالية، خاصة شركات الاتصالات والاستثمارات وصندوق الإنماء. وحتى في ظل وجود ممانعة ومقاومة، فإن الإقالة أو على الأقل التهديد بها تبدو حلاً مثالياً. فالمحفظة طويلة المدى، قد أقيل مجلس إدارتها وجيء بغفار رئيسا لمجلس إدارة المحفظة، رغم أننا لم نسمع بأن القضاء قد غفر له ما سبق، وجاء الأعضاء مرجفون وغير ذي باع في الاستثمارات، فيما تكفل بن عثمان بسداد فاتورة تكاليف مول مرمرة من أموال الاستثمار الداخلي، ويبدو أن الاستثمارات الخارجية قد خضعت أيضاً لسلطة إبراهيم دبيبة اليد الطولة لعائلة دبيبة التي تمتد للمال العام أينما كان وحيثما وجد. وعلى صعيد شركات الاتصالات، فإن بن عياد لا يزال تحت القبضة الفولاذية لدبيبة، ولا يزال ممتثلاً لأوامرهم متجنباً غضبهم الذي حتماً سيكلفه كرسيه إن هو تجاسر على قول كلمة لا، ليقوم دبيبة بخطوة أخيرة بضرب الديوان بالشعب. فبعد إيقاف قراراته من الديوان، قام الأخير بصرف منحة طلابية على حساب الاتصالات وعقد جمعية عمومية لإحالة 200 مليون لشركة موقوفة من الديوان. وفي ذات الوقت الذي باتت فيه ليبيا تغرق في الظلام بعد أن تجاوزت ساعات قطع الكهرباء 10 ساعات على معظم المدن، بعد أن اكتشف الليبيون عدم صدق الوعود التي ما فتئت حكومة دبيبة تطلقها بأن ساعات طرح الأحمال ستكون من الماضي، وأن صيف ليبيا عام 2022 سيكون علامة فارقة، ولكن ما إن حل فصل الصيف حتى انجلى الغبار وظهر للعيان أن ما قاله دبيبة سرابا تبخر عند سطوع شمس الصيف. اللافت أن التجاوزات المالية لحكومة دبيبة رغم وضوحها إلا أنها لم تلاقى بعد ردات فعل مناسبة من الهيئات الرقابية والقضائية، فالاتفاق يسير في غير موضعه، والفساد استشرى على كل العقود، وما من ميزانية معتمدة يسير وفقا لها هذا السيل من الإنفاق. فهل حقا أن دبيبة قد مزق قانون الميزانية؟ وهل حقا أن الحكومة لها مطلق الصلاحيات في الصرف على أي وجه كان وبأي طريقة؟ ولا تسأل عن المبالغ، فالمليارات هي اللغة السائدة الآن. ورحب بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ورحب بضيوفي الكرام، السيد عبد السلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، وأيضا السيد مراجع غيت عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية سابقا. سيد مراجع بيك أبدأ، سيد مراجع غيت أبدأ بيك حضرتك، شكرا جزيلا لقبولك دعوتي اليوم. شكرا
شكرا لك وشكرا للسادة المستمعين. أهلا وسهلا بك سيد مراجع. غيت سيد مراجع، قبل ما نسألك على الوضع الراهن وكيف قاعدين نصرفه حاليا، حطنا في الوضع العادي لأي دولة تبي تأسس أو تبي تدير مشروع قانون، مشروع قانون ميزانية أو مشروع ميزانية، ومن ثم كيف تتحول لقانون للميزانية في الأوضاع الحالية العادية في أي دولة. بسم الله الرحمن الرحيم. القانون المالي للدولة واللوائح التي حددت كيفية إعداد الميزانية بداية بمنشور يصدره وزير المالية إلى كافة الجهات المولى بالخزانة بإعداد ميزانيتها تقديراتها للإيرادات والمصروفات لتحلل وزارة المالية التي تكون لجنة اسمها اللجنة المالية، مهمتها دراسة هذه التقديرات والاتفاق مع كل جهة ومناقشتها على حدة. بعد ذلك تحلل وزير المالية الذي يناقشها مع اللجنة المالية ويجري عليها أي تعديلات يراها نتيجة للوضع الاقتصادي أو ما عنده من معلومات، ويحيلها إلى مجلس الوزراء الذي بدوره يناقشها كذلك مع الوزراء باعتبار أن كل الجهات الحكومية تتبع وزارة معينة، ثم يحيلها بعد ذلك إلى السلطة التشريعية لاعتمادها. ومجرد اعتماد الموازنة تصبح بقانون، يصبح ملزما للجميع لأنها صدرت بقانون. هذا باختصار شديد مراحل إعداد الموازنة. ممتاز جدا. هذا ما مرش بي لا مرت به حكومة سيد بشاغة، ان هي اخذت من الـ من الـ من القطاعات المموله من الجهات الحكوميه، ولا مرت به حكومه السيد دبيبه. طيب احنا اليوم في شهر 6 سيد مراجع غيت، تقدر تسمي لي نوع احنا لجنة ترتيبات ماليه ولا قانون ميزانيه، هذا شنو هو الوضع اللي موجود عند ولا جه حتى واحد على 12 يعطيني شنو هو الوضع الراهن اللي ماشي بيه البلاد حاليا توا في الصرف سيد مراجع؟ هو القانون المالي للدولة حدد أنه في حالة عدم اعتماد الميزانية يتم الصرف 1/12 من الميزانية. طبعا عندما وضع القانون لم يكن يخطر في بالهم أن الأمور تصل إلى أنه لا تعتمد الميزانية لسنتين أو ثلاث، وبالتالي هم قالوا عندما تتأخر شهر أو شهرين، هذا الذي ذهن من وضع هذه المادة، يتم الصرف باعتمادات شهرية مؤقتة إلى أن يتم اعتماد الميزانية وتسوى هذه الاعتمادات المؤقتة. ولكن ما يجري الآن، ما جرى حتى السنة الماضية، لم تعتمد الميزانية حتى السنة الماضية، البرلمان لم يعتمد الميزانية. ما كنا نتمنى أنه يعتمد على الأقل الأبواب المهمة للمواطنين، ولكن لم يتم الاعتماد. فاعتمدت الحكومة على 1/12 من الميزانية المقدمة. طبعا هذا مخالف للقانون، لأن القانون يحكي على الميزانية الماضية. ممتاز. طيب في صار تشويش عندي في الصوت، ما نعرفش اذا كان حتى المشاهد نفس الشيء جاه التشويش هذا ولا لا. اللي قال السيد مراجع حنعاوده ببساطه، قال ان اللي صاير عندنا احنا هو ميزانيه 1/12، يعني تاخذ نفس الميزانيه نتاع العام اللي فات وتصرف منها، لكن الفرق ان الميزانيه نتاع العام اللي فات ميزانيه اقترحتها الحكومه، مش وافق عليها البرلمان، فلذلك هذه تسمى ميزانية مقترحة وما يجيش الكلام اللي صاير نهائيا. يعني إحنا قاعدين نصرفه في 1/12 من ميزانية السيد عبد الحميد نفسه هو اللي اقترحها. سيد مراجع كلامي صحيح هيك 100% صحيح؟ في ملاحظة. نعم. أسمح لي في ملاحظة. نعم. يصدف الصوت أو كده. نسمع فيه. الملاحظة أن الحكومة اعتمدت على مقترحات لجنة فبراير. نعم. التي قالت أنه يتم الصرف 1/12 من الميزانية المقترحة، ولكن مقترحات فبراير كاملة، إما أن تؤخذ بالكامل أو تترك بالكامل. يعني لا تأخذ منها
جزء تماثلي. كذلك أن حكم المحكمة قيل ألغى مقترحات فبراير، إما أنه ألغاها أو لم يلغيها. فلابد أن يكون الأمر واضحا، ولكن حتى لو قرت بمقترحات فبراير فهي مخالفة. لكن خلينا نكون واقعيين سيد مراجع، خلينا نكون واقعيين. لاعتب على البرلمان العام اللي فات اللي ما اعتمدش الميزانية، صحيح ولا غلط؟ هو بالتأكيد كان يجب اعتماد الميزانية بأي طريقة. من حق البرلمان أن يطالب الحكومة بتعديل الميزانية. لكن المشكلة في ليبيا أن النقاش لم يتم على الميزانية، وكل طرف تمسك بوجهة نظره. وأنا أثني على البادرة اللي تمت السنة، وعندما استدعيت الأجهزة المصرفية المركزي والرقابة الإدارية دول المحاسبة وهيئة الفساد، وتم مناقشة الميزانية وأبدت ملاحظات جيدة. هذا اللي صار تو، هذا اللي صار تو من أسبوع فات في تونس. نعم هذا اللي صار تو. هذا اللي صار تو. ممتاز. طيب ابقى معي، لان حنرجع لهذا الموضوع المهم سيد مراجع اللي فتحته تو. خلينا نرحب بسيد عبد السلام الحاسي، رئيس الهيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب. سيد عبد السلام الحاسي، اهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لقبولك دعوتي اليوم. السلام عليكم استاذ احمد، اتمنى تكون بخير انت والاستاذ مراجع، ونتمنى نكون احنا قدم اضافه في هذه الحلقه حقيقه لما يخدم الصحه العام والبلد بشكل خاص. اهلا وسهلا بك. بدايه سيد عبد السلام، يعني تكلم السيد مراجع تو هيك لما بجمله مهمه جدا، يعني قال ان في اجتماع حضر السفير الامريكي وحضر جماعه الرقابه الاداريه وديوان المحاسبه وهيئه مكافحه الفساد. هل دعيتم حضرتكم انتم للاجتماع المهم هذا لوضع الترتيبات الماليه هذه، ولا لم تدعوا؟ لا طبعا سيد مراجع كان قاصد الاجتماع الاخير اللي تم عقده في مدينه سرت يوم الثلاثاء الماضي برئاسه السيد رئيس لجنه الاجهزه الرقابيه وعضويه اللجنه الماليه والرقابه الاداريه. لا اعتقد انه يحكي على موضوع ثاني، يحكي على الاجتماع اللي صار في تونس. لا سيد مراجع يقصد الاجتماع. سيد مراجع على اي اجتماع انت كنت تقصد؟ نحكي على اجتماع سرت. على اجتماع سرت. طيب بخلينا حتى هو موضوع مهم. طيب سيد الحاسي، اجتماع سرت. لا طيب ليش بتشكره؟ شو اللي صار سيد مراجع؟ اعذرني سيد الحاسي سارجع لك، لكن شو اللي صار في اجتماع سرت سيد مراجع؟ انه اول مره تستدعى هذه الجهات لابداء رايها في الموازنه. يعني مصرف ليبيا المركزي بالسياسة النقدية يريد تنسجم مع السياسة المالية، والأجهزة الرقابية كذلك عندها وجهة نظر في تقديرات الميزانية. ممتاز. طيب كان النقاش حقيقة يعني نقاش جيد جدا، وتبادلت فيه الآراء. ممتاز جدا. طيب حنرجع السيد عبد السلام الحاسي. سيد عبد السلام الحاسي، فهمنا على شنو يقصد السيد مراجع، يحكي على اجتماع سرت واللي اعدد، واللي سمعنا ان تم اعداد مجلس النواب اعد ميزانيه جديده وصغيره فقط ليقطع الطريق امام الاجتماع اللي صار في تونس لوضع ترتيبات ماليه للرقابه، يعني للاجسام الموازيه اللي ليكم، خلينا نسميها بهذه الطريقه. حضرتك في لجنة موجودة كرئيس للرقابة الإدارية، لجهاز الرقابة الإدارية، مطلع على أي قانون مفروض يصدر عن الميزانية. تقدر تقول لنا قداش الميزانية اللي حطوها مجلس النواب جديدة ولا لا سيد الحاسي؟ والله اتضحنا طبعا نحن غير معنيين بالأرقام. نحن معنيين، أنا معني جدا بالأرقام، أنا معني جدا الرقم مهم. عظيم شوي اتضحنا كون أحكي لك أنا نفصل لك ما بين الاجتماعين، ما بين اجتماع طيب. تونس وما بين اجتماع سرت. طيب اجتماع سرت كان اجتماع ليبي خاص، طيب مش ولا طرف أجنبي. نعم.
يعني اجتماع ليبي بقرار صادر عن السلطه التشريعيه من سيد رئيس مجلس النواب، وذلك لتعزيز موقف هذه الاجهزه التي غيبت عن كافه الاجتماعات الجدار باطراف او بايادي اجنبيه. طبعا نحن بنشير ان اللجنه الاقتصاديه المشكله بمجلس الامن والتعمل تحت مظله البحث الاموميه في ليبيا عندما دعت خلال الاسابيع الماضيه الى وضع ترتيبات ماليه او وضع او نظر في الوضع الاقتصادي او اي شيء يتعلق بالوضع الاقتصادي، تقويم وجهات النظر ما بين المؤسسات الاقتصاديه من المصرف المركزي والاجهزه المعنيه والمصرف المركزي بنغازي وطرابلس، وكذلك المؤسسه الوطنيه للنفط والمؤسسه الليبيه للاستثمار. طبعا هذه معنيه بهذه الامور الاقتصاديه، قامت بدعوه اطراف في طرابلس، طبعا يهم رقابة الاداريه في طرابلس وديوان المحاسبه في طرابلس وتقريبا وزاره الماليه والبنك المركزي في طرابلس، وحضر معهم السيد علي عن طريق الزوم عن بعد الجلسه. طبعا هذه اللجنه لم يتم دعوتنا لها، بالرغم ان حتى ولو كانت الامم المتحده مقتنعه بان ان هناك خلاف سياسي في ليبيا وفي كل مؤسسه فيها مؤسستين، نحن منضبطين على السلطه التشريعيه، لدينا قرارات صادره من السلطه التشريعيه، نرجع للماده 15 بالاتفاق السياسي، لم يتم تسويه هذه المناصب، كان يفترض على 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 الامم المتحده ان تنظر لكافه الاطراف بنظره واحده، يحضر الجميع اذا كان لديهم ارقام ولديهم ملاحظات ولديهم اشياء ماليه او مخالفات او تجاوزات. نحن لدينا حتى نحن في جبهتنا ما نقول خلال الفتره السابقه على الاجهزه الموجوده في المنطقه الشرقيه في حكومه السيد عبد الله السليم وكذلك في حكومه عبد الحميد السيد الحاليه، لدينا ملاحظات كثيره. يعني حقيقه تم تغييرنا، هل تغييرنا مقصود من هذه اللجنه او غير مقصود؟ حاولنا التواصل معهم، نحن في بفضل اعداد كتاب عن طريق السيد رئيس مجلس النواب ومن من خلال نحن ان نحن نرجع على هذه الاجتماعات، اولا لاسباب معينه. ترتيبات ماليه حقيقه كما قال لك استاذ مراد تو حكى لك، اذا كانت تاخذ الاتفاق السياسي تاخذ جمله واحده من غير تفصيل. ما فيش حاجه اسمها ترتيبات ماليه، في حاجه اسمها موازنه عامه للدوله. اذا كان تود بعد ترتيبات ماليه عن طريق هذه الاجهزه وعن طريق برعايه دوليه، حقيقه هذا امر يتعلق بالسياده، وكان اذا كان في اي تقارير تتعلق بالشفافيه او اي شيء كان يتم عرضها داخليا على السلطه التشريعيه اولا، ويكون في اذن من السلطه التشريعيه. يعني حقيقه نحن مستائين جدا من ما تقوم به الدحسه من خلال هذه اللجان بالنظر للاطراف، مش يعني هل اليست يعني اللي سماها الاجتماع اللي سموه ان يبوا يعطوا يبوا يحولوا الفلوس قدر الامكان للمستفيد، المستفيد اللي هو الشعب. اليس الامم المتحده جسم يجي بعد ما نفشلوا احنا كليبيين يا سيد الحاسي؟ يعني ان احنا نعلقوا علينا نعلقوا مشاكلنا كلها على الامم المتحده، الامم المتحده تتدخل بعد ما نتعبوا من الحرب، بعد ما نتعبوا من الفساد، بعد ما يعني مش قاعده تمشي الفلوس للمواطن على مر الحكومات، ما نبيش نتكلم على حكومه وحكومه اخرى لا. يعني انتوا حتى في اللي في اللي يفسر في اجتماع سرت بانه هو ضربه استباقيه لموضوع الترتيبات، هو اللي صار في 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 تونس سيد عبد السلام. يعني اعتماد الميزانيه ب 70 مليار حسب ما سمعت، انا اتاكد لي الرقم سيد الحاسي او لا، سمعت انه ما يتجاوزش 70 مليار دينار ليبي، صحيح؟ فقط على الدعم وعلى المرتبات، هذا اللي بيتم اعتماده. تم تقليص فيها، تم تقليص بعض البنود اللي يرى رأت اللجنه الماليه من قبل عرض المشروع عليه، المشروع الموجود امام ميناء. تقدر تعطيني رقم مقرب للميزانيه اللي حيعتمدوها؟ والله من انا نقول لك تحت ال 75، تحت ال 75 مليار تقريبا دينار، وهذا رقم نقول لك من خلال ما تم النقاش، لكن هذا مش شان خاصه النواب واللجنه الماليه. نحن اعطيناهم الملاحظات بحكم ان القانون يعطينا دراسه في مشروع مشاريع القوانين وابداء الملاحظات. ممتاز. طيب خليك ابقى معي سيد عبد السلام الحاسي، خلينا نرجع بنفس السؤال للسيد مراجع غيت. سيد مراجع، هل تعتقد ان هذا يعني قانون الميزانيه اللي حيطلع ربما من البرلمان اذا اجيز هذا بهذا الرقم 75 مليار هو ضربه استباقيه لاجتماع اللي داروه الاجسام
ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد اللي صار في تونس مع اللي وضع آلية لترتيبات مالية في تونس سيد مراجع؟ هو لا شك أن اعتماد الموازنة من السلطة التشريعية وهو البرلمان المنتخب لا شك أنه يعطيه قوة هذا القانون. نعم. وقد يسد الباب في وجه أي محاولات لترتيبات مالية غير قانونية. يعني المشكلة أن هؤلاء الناس قد يتعرضون مستقبلا للمساءلة القانونية. الصرف الأموال لا يمكن أن يتم بدون قانون على الإطلاق. بس هذا صار سيد مراجع في عديد من الحكومات، مش أول مرة تصير. يعني حتى السراج صرف بترتيبات مالية. أنا عارف أنه كان يتم وفقا لترتيبات مالية، ولكن لم ترقى إلى القانون، إلى مستوى القانون. بالتالي أن التعرض للمساءلة القانونية في هذا الجانب، ما لم تكن هناك مبررات قوية، فهذا وارد جدا. كيف تصرف؟ القانون المالي للدولة يحرم أنك تصرف حتى الميزانية المعتمدة تزيد عليها بدينار واحد إلا تطلب الإذن من السلطة التشريعية، من السلطة التشريعية اللي أعطتك الإذن بالصرف. هذا في العالم كله صرف الأموال لازم يكون مقنن، حتى لو احتجت أثناء السنة إلى أموال إضافية يصدر بها قانون. طيب. يسمى إذا تم اعتماد قانون الميزانية من البرلمان بسبعين أو 75 مليار دينار، مش الفلوس هذه بيقدر يستفيد منها يتصرف بها السيد عبد الحميد الدبيبة ما دام هو اللي مقعمز في المكاتب متاعه في طرابلس، ومش حيقدر يعمل هذا الكلام السيد بشاغة من سرت من ناحية فنية؟ والله إذا كان السيد عبد الحميد بيبة يريد يتقيد بتنفيذ قانون الميزانية قد يكون أفضل من أنه هو يصرف بدون قانون. يعني نقدر نقول أن البرلمانيين استفادوا من غلطة العام اللي فات. هذا أصل عليه البرلمانيين. أصل عليه البرلمانيين مش أنت. صحيح صحيح صحيح. هل في فرق سيد مراجع بين في الوضع المالي ماليا نحكي بين السيد التني وبين السيد بشاغة اليوم فنيا؟ هل يقدر يطبع نقود زي ما دار؟ هل يقدر ياخذ من بنوك فنيا؟ هل متاح له كل هذه الاشياء او لا؟ هذه الحكومه حكومه السيد بشاغة، على ما راينا وسمعنا وشاهدنا قد تم إعطاء الثقة من البرلمان. نعم. وبالتالي هي حكومة شرعية، لأن السلطة الوحيدة هي المنتخبة بغض النظر على ما يقوله، فهو البرلمان، وهو الذي أعطى الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وسحب الثقة وأعطاها لحكومة السيد بشاغة. فبشاغة الآن طبقا للقانون هو حكومة شرعية، ويستطيع أن يقترض بقانون من المصرف من مجلس النواب. بس الاعتراض هذا شن بيوصل؟ يعني من ناحية فنية بيستفيد من القانون هذا قانون الميزانية السيد عبد الحميد ولا لا؟ هيقدر يصرف منه ما دام ما استلمش؟ لا، ما فيش قانون ميزانية سيد مراجع. هو قاعد ينفذ بدون قانون، فما بالك إذا تحصل قانون. الترتيبات اللي هل تقدر تعطينا التفاصيل أكثر على الترتيبات اللي صارت في تونس الأسبوع اللي فات سيد مراجع، بين الأجهزة الرقابية وبين السفارة الأمريكية وبين عضو من المجلس الرئاسي وبين مصرف ليبيا المركزي، شنو اللي كان يدار بالضبط؟ هو اعتقد ان الترتيبات حول كيفيه الانفاق، نعم، ليس
إعداد ميزانية أخرى. أنا أعتقد أنهم سيصل لهذا الأمر. في هذه الحالة تدخل غير مقبول صراحة. هم يفكروا، أنا استنتجت أن يديروا لجنة إشراف على الإنفاق. لجنة إشراف مكونة من ليبيين ولا من أجانب؟ الله يفترض أن تكون من ليبيين أو ترفض. والليبيين هذوما اللي بيشرفوا على الإنفاق هم نفسهم الأجهزة الرقابية اللي مفروض تشرف على مراقبة الإنفاق. لا يجب أن تكون أطراف فنية بحتة من وزارة المالية ووزارة التخطيط، لأن هذه هي الجهات المعنية بالصرف. وكل ما تقوم بهذه اللجنة هو أن تتأكد أن الإنفاق قد تم وفقا لقانون الميزانية المعتمد من البرلمان وللجهات المذكورة في القانون، وليس لجهات خارج القانون أو مبالغ أو بنود أو أبواب غير موجودة بالقانون. فإذا جدت أي حاجة جديدة من الممكن تطلب من البرلمان قانون جديد. أعتقد لو اللجنة تمسكت بذلك وأخذت الميزانية التي اعتمدها البرلمان كأساس للإنفاق، أعتقد أنها تكون شرعية، ولكن يجب أن تكون ليبية 100%. أشكرك جزيل الشكر سيد مراجع. خلينا نأخذ فصل قصير أعزائي المشاهدين ونرجع من جديد. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أرجع مباشرة سيد عبد السلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب. سيد عبد السلام الحاسي حضرتك معي؟ نعم. طيب سيد عبد السلام الحاسي، يعني مشروعية استخدام أموال الاتصالات مثلا اللي في المصروفات الحكومية ربما تعتمد ميزانية من قبل البرلمان، ويا رب ما يكونش فيها مناقلة أو حتى تكون صغيرة شوية مش ما يحدثش فيها التوسع في الإنفاق وما إلى ذلك، أو تنجح عملية الترتيبات اللي مدارينا في تونس أو أي شيء، لكن كيف نقدر نحمو أموال الاتصالات؟ اليوم صاير في عبث في هذا الموضوع، يعني في صاير ضرب حتى شعبوي قاعدين يدزوا في الشباب، يقولون من ديوان المحاسبة هو اللي مش مخلي القابضة أن هي تصرف عليكم، ما يعرفوش أن يوم من الأيام ممكن معش يولي فيه اتصالات. الاتصالات زي أي قطاع آخر ربما ينضر. اليوم في كلام أيضا على طويلة المدى وفي ضغوطات عليها بإعطائها 600 مليون لزمردة، تم الضغط على الاستثمار الداخلي واخدوه منا مبلغ أيضا. كيف نقدر نحمو أموالنا اللي من خارج الميزانية سيد الحاسي؟ أستاذ أحمد، نحن بس بشارة بسيطة لاجتماع اللي عقد في تونس، نحن ما عندناش عليه ولا معلومة شنو تم دخل الاجتماع. مش نحن، مش انا قلت لك نحن لم يتم توجيه اي دعوه لنا ويتواصل معنا، هل كان بانتقائيه؟ لان لنا المعلومه اللي عندنا هو يتعلق بموضوع الشرعيه والصح عن تغيير مصرف ليبيا المركزي. هذه المعلومه اللي عندي، وحسب ما حكى لي استاذ علي وتواصلت معه علي الحمدي حضر معهم جزء عن طريق التواصل بالزوم نعم بالانترنت. اعتقد لم يتطرق لاي تفصيلات او شيء. ممكن نفس الكلام اللي قال الدكتور راجع بخصوص كيف يتم وضع آلية وكذا، لكن أنت تضع آلية يعني ما فيش إفصاح حقيقي عن مثلا في الاجتماع، ما عندناش معلومات عليه. نتمنى أن يكون عندنا معلومات دقيقة باش نقدر نحكوا فيها ونقدر نتكلم. نرجعوا لموضوع الاتصالات. موضوع الاتصالات هناك جملة من القوانين حددت كيف يتم تشكيل الشركة الليبية القابضة للاتصالات اللي هي اللي تم حال بعض المبالغ منها كما تفضلت انت. الشركه الليبيه البريد والاتصالات تقوم بالمعلومات القادمه. التشكيل بتاعها هناك العديد من القوانين، سواء كان صادر في 2010 من القانون 23
ومنها القانون رقم 22 ومنها في قرار صدر من اللجنه الشعبيه العامه سابقا بتنظيم الاتصالات وتم تنظيم الجهه القابضه وكيف يتم من يرأس القابضه ومن اعضاء القابضه وشن تتوفر في الاعضاء وفي مين في هذه الشخصيه اللي ترأس هذه الصفات اللي ترأس هذه المؤسسه. طيب حقيقه انا تابعت طبعا قرار صدر من حكومه الوحده الوطنيه الفتره الاخيره. هذا يدل على ان الحكومه الوطنيه ليس لديها اموال من خلال متابعتنا طبعا دقيقه ان لديها اموال ما تزيدش على هذه الاموال وتم التصرف فيها وحالتها لشركات اخرى لديها شخصيات اعتباريه ولديها ميزانيات معتمده وغثت عليها الوزراء. هذه اذا كان هناك تصرف في هذه الاموال تم من خلال مجلس اداره القابضه ويتم بطريقه قانونيه ما يتمش بهذه الطريقه حاسب مبالغ انما يتم التصرف في جزء من هذه الاموال لان الاموال اعتقد انا حسب القوانين الماليه والمنظمه لهذه المؤسسه هناك جزء يرجع للايراد العام كما هو واضح في تقرير البنك المركزي ان هناك جزء من الاتصالات ايرادات معينه وفي جزء يذهب الى هذه الشركات لذلك تطوير البنيه التحتيه والصرف على 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 على, على العاملين والموظفين والارباح وغير ذلك. طيب طيب سيد حاسي سيد المدينه يتم حالتها بهذا الشكل بهذه القرارات ولدعم كذلك مشروع اخر يتعلق بالطلبه ومشروع اخر يتعلق في مستوى 600 مليون تقريبا لكن مساحتها من طويله المدى. حقيقه هذه التصرفات ارى فيها ان لابد من تكاتف كتاب السلطات وهنا او هناك القضيه هنا او هناك النائب العام يوضع اليد على هذه التصرفات واستدراكها قبل ما يحدث. هناك انهيار كبير لهذه المؤسسات اللي نعول عليها كثيرا في جذب الاموال ودعم الخزانه العام. هذا الكلام بشكل مختصر. طيب ممتاز. مدامك اطلعت على مشروع قانون الميزانية سيد عبد السلام الحاسي، هل اطلعت أيضا على جدول المرتبات الموحد؟ في جدول المرتبات موحد مفروض يتم اعتماده من البرلمان، شو بيصير فيه هذا؟ حقيقة نحن في الاجتماع الأخير ما كملتكش في الاجتماع الأخير اللي صار في السرب برئاسة رئيس مجلس النواب أول اجتماع نحن قدمنا اعتراض على انا شخصيا قدمت اعتراض بعدم احاله القانون مشروع القانون وعدم مشاركتنا حتى في مخصصات هيئه الرقابه الاداريه حتى. واللي تابعت انا في مشروع القانون يعني حضرتك حتى اعترضت حتى على مرتبات هيئه الرقابه الاداريه نفسها؟ اعترضت على مرتبات الهيئه ومرتبات الدوله بشكل عام لان مرتبات الدوله تتعلق بكوكب من القوانين التي يتم تعديلها وفي قرارات وفي مرتبات صادره بقوانين خاصه. يعني اذا كان حتى هيئه الرقابه الاداريه معترضين على المرتبات نتاعها، معناها لن يرى هذا القانون الضوء قريبا على الاقل. سيد الحاسي لا استاذ احمد مش معترض على انا معترض تغييبنا من ناحيه قانونيه لان القانون يعطينا انكم انتم تشوفوا اي قانون قبل ما ينطرح على البرلمان. لا مش اي قانون الهيئه بالتحديد قانون رقم 20 وقانون دول المحاسبه رقم 19 في الدخول على الهيئه من خلال المرتبات او اي تشكيل فيها جوا او نص لابد من عرض من رئيس الهيئه. نحن لم نعرض مشروع بقانون لو كان طلب منا عرض نعرض مشروعنا وللسلطات المختصه والجهه المختصه ومجلس النواب يحدد المرتبات بشكل يراه مناسب ولا كيف الليبيين حقيقه. انا حتى المرتبات تكون عاليه في هيئه الرقابه الاداريه وانت تعلم ما حصل في هيئه الرقابه الاداريه بسبب المرتبات العاليه انهارت المؤسسه هناك بتراك انهار بسبب التعيينات والنقل غير المشروع والاجراءات غير المشروعه. حقيقه اتمنى ان نكون دراسه شامله كامله لكافه القطاعات لا فرق بين هذا وهذا الا طيب بعلاوه طبيعه العمل. طيب معناها يعني ما زال لن يرى النور قريبا هذا القانون. بسالك على شيء القانون ما يبقاش محل طعن لابد ان كافه السلطات تشترك فيه وتضع معاييرها وفق قوانينها ننتظر في هذا لنهلبه. صحيح نعم. طيب في شيء اخر في الميزانيه سيد عبد السلام الحاسي وهو ال 34 مليار اللي تم تخصيصها لمؤسسة النفط، مؤسسة ليبية للنفط. هل في اهداف باش نقدروا في اهداف في الميزانية هذه باش نقدروا يعني تقدروا انتم او ديوان المحاسبة يتبعها بعدين، ولا كانت موضوع 34 مليار بدون اي اهداف وغامضة، ولا كيف بالضبط؟ انت عارف استاذ احمد نحن قطاع النفط هو الممول الكبير للخزانة العامة. صحيح. من المصروفات الليبيه بشكل عام. صحيح. يتعلق بالمرتبات والدور الثاني والدور الثالث والتنميه.
لابد من التركيز على هذا القطاع وترك له براح معين بحيث هو يعاود هيكلته وتنظيمه وتنظيمه الداخلي وبنيته التحتيه، انت عارف انهياره وشبكاتها وحتى اصبح يعمل بمعدات قديمه وباشياء قديمه في التنقيب وفي الحفر وفي استخراج البترول. وهو تقريره واضحه، انا شخصيا مع دعم هذا القطاع والتركيز عليه مع خلق موارد اخرى تمول الخزانه العامه وتغيير قوانين الاستثمار وقوانين الاتصالات وقوانين الاخرى ورفع الدعم وقضايا كثيره. انا شخصيا من حيث نفسي كرئيس هيئه الرقابه الدوليه ولدي راي قانوني او راي مالي بسيط على قدر معلوماتي. حقيقه الذي يشوف فيه ان ال 34 مليار لابد يتمم من خلال وضع اليه دقيقه يحدد فيها، لانه مقدم ميزانيه تشغيليه ومقدم ميزانيه رقميه. وطبعا الزملاء في طرابلس هنا حتى لو تمت حكومه شرعيه غير شرعيه، لكن نحترم العمل اللي يقوم به الصف الثاني في كافه الادارات في الدوله، لانهم رجال الدوله الحقيقيين، هم من صنعوا الوزير والمسؤول حقيقه. ممتاز. الصف الثاني اللي نحن نركز عليه في كافه مؤسسات الدوله هو الصف الداعم لتاسيس الدوله بشكل حقيقي، المسؤول يجي يوم يومين شهر شهرين قرار وممكن يتغير بقرار، لكن الصف الثاني اعد كثير من جمع كثير من البيانات من خلال وزاره التخطيط في طرابلس ومن الزملاء في بنغازي، عدوا كثير من الملاحظات على 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 هذا المبدا بانه ميزانيه راسماليه وميزانيه تشغيليه. التشغيليه انت عارفه تسير الامور السريعه وكذا والعمال والى اخره، الدعم المتعلق بالدعم اللوجستي، لكن الميزانيه الراسماليه هي اللي تزيد راس مال المؤسسه، هي اللي تعاود البنيه التحتيه. انت طيب. اعتقد هذا التفسير لسيد الراجا لا يبكى ومالك المدينه موجود معنا. ممتاز عرفي. ممتاز. طيب على السريع خلينا نسمع راي السيد مراجع، بتضيف شيء على اللي قاله السيد عبد السلام الحاسي على موضوع الـ يعني مشروعيه استخدام الاموال بتاع الجهات الخاصه مش تابعه لل يعني الجهات اللي تمويل خارج الحكومه يعني؟ أعد السؤال ما سمعتش منه. هل بتزيد شيء على اللي قاله السيد عبد السلام الحاسي في موضوع استخدام أموال من خارج الحكومة من طرف السيد عبد الحميد الدبيبة من المؤسسة الليبية للاستثمار أو الاتصالات أو غيره سيد مراجع أو لا؟ هو أولا في خلط عند بعض الناس يعتقدوا أن رئيس الجمعية العمومية لأي شركة عنده سلطة، لا توجد له أي سلطة إلا خلال فترة الاجتماع فقط، بعد ذلك لا يحق له لا مراسلتها ولا إصدار قرارها. وهذا القانون التجاري موجود اللي هو قانون 20 الأنشطة الاقتصادية، خليطة لأي مادة تعطي حق لرئيس الجمعية العمومية بعد انتهاء الاجتماع. لا يوجد له أي وظيفة على الإطلاق. هذا خطأ دائما يقع فيه البعض ويراسل الجمعية العمومية. الجمعية العمومية تنتهي بانتهاء الاجتماع. هذه أولا. ثانيا، هذه الشركات هي ذات ذمة مالية مستقلة وإدارية ولها قوانينها، قوانين إنشاء، نظام أساسي ولوائحها، ولا تمول من الخزانة، وليست ضمن إيرادات أو مصروفات الموازنة. بالنسبة للاتصالات، هناك مبالغ تؤخذ كضريبة من خلاف الضريبة، هذه كرسوم على استخدام الفضاء أتوات. نعم فقط. الضريبة عندما تقدم حساباتها الختامية الأرباح والخسائر تربط عليها الضريبة كأي أي شركة. إذا كانت الدولة الليبية تريد أن تأخذ هذه الإيرادات وتدخل ضمن الموازنة، عليها أن تغيرها من شركة إلى مؤسسة مثل مؤسسة مواني دبي، تدار اقتصاديا لكي لا يمشي، مش ما يمشيش عليها قانون رقم 20 ل 2010 اللي هو لا فشل
اللي هو قانون تجاري. اي لا تبقى مؤسسه تدار اقتصاديا في كل شيء، ولكن ايراداتها تمشي للدوله. ايراداتها تمشي للدوله. هذا هو المنطق. اذا كان يبقوا زي مؤسسه النفط، مؤسسه المواني، مؤسسه الاتصالات. طيب في 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 موضوع مهم سيد مراجع، طلعت ديوان مصرف ليبيا المركزي بنغازي طلع تقرير رد عليه مصرف ليبيا المركزي طرابلس بهذا الشكل، بالإشارة إلى التقرير الصادر من فرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي تحت عنوان التقرير السنوي الاستثنائي عن الفترة 2015-2020 والمنسوب لفرعي مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي، فإن مصرف ليبيا المركزي ينفي أي صلة له بالتقرير المذكور ويخلي مسؤوليته عما ورد فيه، ولا يعد وثيقة رسمية ولا يعبر عن رأي مصرف ليبيا المركزي يقصد به طرابلس. لماذا هذه الشدة في الرد سيد مراجع؟ لماذا لا يعبر بهذا الشكل؟ هل رأى أن في تزوير أرقام غير حقيقية؟ يعني خدي وقت قبل ما يرد على هذا التقرير. السؤال يوجه إلى مصرف المركزي طرابلس. لماذا؟ حتى أنا أتساءل، يعني أنا قدامي التقرير لا يوجد في شيء، هو زي التقرير اللي كان صدر في 2009، لو رجعوا بس لذلك التقرير سيجد تقريبا نفس العناوين، هو لم يتطرق إلى أي شيء على الإطلاق، مجرد استعراض للحالة الاقتصادية والمصارف والسيولة يعني ما فيش أي حاجة، بيانات مثلا مزورة عليش يعني. ما فهمتش يعني. إلا إذا كان مصرف المركز في طرابلس لا يريد أن تنشر بيانات الإنفاق مثلا التي تمت في الفترة من 2015-2020 أو 19 من الحكومة المؤقتة. عندما ينشر تقاريره يتغاضى عن هذا الإنفاق، فأنت في الحقيقة تنشر في جزء من الإنفاق فقط. فهذا التقرير يوضح في الإنفاق بالكامل، يعني لم أجد في شيء يستحق هذه الشدة. يعني كان في الإمكان إصدار بيان يعني أقل حدة من هذا البيان، ولكن ماذا تقول؟ طيب سيد مراجع، يعني السيد الحاسي يتكلم، يعني ما صرحش بالضبط لكن قال لي تحت 75 مليار، اكيد حتى حضرتك سامع بالمبلغ البادجت قداش او الميزانيه القادمه قداش بيعتمدها البرلمان، وكان في لقاءات سابقه مع مسؤولين اجانب من ضمنهم حتى السفير الامريكي كانوا يرددوا في ان او جزء من الـ من من الدبلوماسيين يرددوا بان ليبيا مفترض ان تركز على الدعم وعلى المرتبات وعلى النفط فقط الى ان تصل لمرحله ينتخب فيها الشعب شخص يصرف على بقيه البنود الاخرى زي التنميه وغيرها وغيرها. هل تعتقد ان بال 75 مليار هي تحقق هذه الرغبات؟ يعني فقط مش هنقدر نصرفه إلا على الدعم وعلى المرتبات وعلى النفط في هذه الحالة؟ يعني إذا أخذت أنت المرتبات اللي قدرها ب 41 مليار بالإضافة إلى الباب الثاني والدعم، في باب التنمية هناك خطأ ودائما ننبه إليه، ولكن للأسف الشديد يرتكب دائما. نعم. عندما تقرر إقامة مشروع فهذا المشروع قد يستمر 3 سنوات، فمن المنطق أن توزع تدفقاته النقدية على 3 سنوات. لا، الذي يحصل أنها تكلفة المشروع بالكامل توضع على السنة الحالية، وبالتالي تظهر مضخمة. لا معنى لها أصلاً، أنت لن تنفق، هي الميزانية ما متوقع تحصيله
كافي انفاق. هذه هي الموازنة الدولة وليست تكلفة المشروعات. بعض المشروعات تستمر سنتين ثلاثة أربعة خمسة. هذا يعني هذا الجانب هو اللي ضخم فيه الرقم. لو شلت يعني التنمية 17 مليار و700 مضى من السنة ستة أشهر لن تستطيع انفاق أقصى شيء 20%. صح صحيح. سيد مراجع غيت عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وزير المالية السابق، سيد عبد السلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، وأنتم أيضا أشكركم جزيل الشكر أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألتقي معكم الحلقة المقبلة بنفس التوقيت في أمان الله.